اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، في أمرين بس في البداية. مين الأخ اللي امبارح سألني عن اسم الكتاب؟ في أخ امبارح شاب سألني قال لي شو اسم الكتاب اللي ذكرته؟ اسم الكتاب حديث القرآن عن القرآن، المؤلف العلامة محمد الراوي. تمام؟ المسألة الثانية يا أخويا الكرام، العلماء يقولون العبادة أولها تكلف وآخرها تألف. يعني الإنسان بداية رمضان سبحان الله، يعني ببركة رمضان بإقبال الناس إنه شيء جديد إنه موسم خير، تجد الشخص يقبل على العبادات بأشكالها، على الطاعات بأشكالها. سبحان الله، هذا الشيء يعني قد يجد بعد فترة في نوع من الصعوبة، مثلاً نوع من أنه خلص فقدت النفس هذه اللذة في الحضور إلى المجالس. فالعلماء يقولون العبادة وأولها تكلف، يضغط شوي الإنسان على نفسه، لكن إذا يعني استمر بالضغط على نفسه وبترويضها ارتاضت له في النهاية. لذلك الإمام المصيري ماذا يقول في المردة؟ يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل إذا أمه تظل ترضعه شب على حب الرضاع يظل يرضع كل عمره، قال وإن تفطمه ينفطم. ولاحظ فطام الطفل في البداية كيف يكون؟ يكون صعب وشاق جدا، ولكن بعد أن يعني يتعود ويعتاد على هذا الشيء يصبح الأمر بالنسبة له سهلا. ولو أردت أن ترجعه إلى الرضاع لا يرجع. لماذا؟ قال لما يجد أنه هو كان يعتمد على غذاء واحد، فلما فطم صار وجد مئات وآلاف الأغذية، فقال أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا الشيء يجب أن نفهمه في البداية، هذه معاني يجب أن نستحضرها. إذن العبادة أولها تكلف وآخرها تألف. يصبح النفس تطاوع سبحان الله. لذلك الإنسان في النفس في البداية النفس تكون أمارة بالسوء، مع ترويضها ورياضتها وتزكيتها تصبح نفسا مطمئنة تساعد صاحبها على الخير. أما حديثنا في سلسلتنا، البارحة تحدثنا عن الصورة الذهنية للقرآن في أذهان الناس، تكلمنا عن بعض الأمثلة. تمام؟ يوم أريد أن أبني على ما سبق نقطة هامة جدا، يسونا بعنوان القرآن الكريم ذو حدين. والفكرة اليوم يا أخوي كان فكرة مرعبة جدا، أرجو أن نكون مركزين أشد التركيز. القرآن الكريم تحدث عن نفسه، من أهم الأحاديث التي تحدثها عن نفسه أنه شو كما ذكرنا البارحة، أنه روح، أنه نور، أنه شفاء، أنه رحمة. قال العلماء هذا ليس لكل الناس، فالقرآن نفسه يتحدث عن نفسه فيقول دقق في الآية أشد التدقيق. ندقق في ماذا؟ ندقق في الآية، ما ندقق ببعض نطلع منهم بالآية. شو بالآية؟ يقول الله عز وجل قل هو، عن القرآن يعني، الذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تمام، هذا ليش احنا التفكير عليه؟ شوف ايش المرعب والخطير. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو يعني القرآن عليهم. شو ينبع في الآية؟ حسنا، وهو عليهم عمى. تتأمل بالمعنى، يعني القرآن الكريم نفسه اللي هو نور واللي هو رحمة واللي هو شفاء يكون على بعض الناس عمى؟ نعم. لذلك سبحان من جعل في كتابه من كرامة كتابه ومن عزة كتابه ومن شرف كتابه أن القرآن يعطيك بحسب ما تعطيه، والقرآن يمدك بحسب استعدادك. فبعض الناس يا أخوة الكرام، أنا مرة سألت واحد، هاي معلومة ما بعرف مدى دقتها، بس سولفني إياها واحد مستنجي، قال الباذنجان في حد، إذا الكلام خطأ صوروني، قال الباذنجان إذا ما كان شارب مي مليح طلع مر. صحيح؟ صحيح. إذا ما كان شارب مي مليح شو بصير؟ بطلع مر. هذا مين؟ الباذنجان. لكن يقول المزارعون، هاي معلومة دقيقة لا أسمح لكم إياها، قال الحنظل معروف بشو؟
بالمرارة، بل يضرب المثل بالحنظل بشدة المرارة. مش بس مر، يقولون العرب تقول في أمثالها أمروا من الحنظل. قال الحنظل كلما زدته ماء ازداد ماذا؟ ازداد مرارته. لا، الحنظل كلما زدته ماء زدته شو؟ مرارته. عكس الباذنجان، الباذنجان كلما زدته ماء ازداد حلاوته. نفس المثال تقريبا ينطبق على القرآن الكريم، لكن هذا مثال توضيحي. أيضا نحن في بيت الشعر، الشاعر يقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، أو أنت أكرمت اللئيم تمرد. يعني أنت في الحالين أكرمت، لكن الكرم لاقى عند الكريم كرما، فازدادت نفسه هو الحرج منك لأنه كريم، لأنه شريف، لأنه عزيز. لكن نفس الفعل لما مارسته مع اللئيم، حاشاكم بعيدا عنكم، مع الخسيس، مع النذل، وسامحوني، ولكن هناك بعض الناس وهم قلة، والحمد لله أنهم بعيدون عنا، وأسأل الله أن يبعدهم عنا. شو صار فيه هذا الإكرام؟ ماذا أدى؟ تمرد. مفهوم مثال الباذنجان، مفهوم مثال الحنظل، مفهوم مثال الكريم واللئيم. الآن تعالوا خلينا نطبق الكلام على القرآن الكريم. انطلقنا من الآية، يقول: هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذه آية. شوفوا في آية ثانية يقول الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين، نفس المعنى، هذا القرآن نفسه شفاء ورحمة للمؤمنين، ونفسه شو؟ خسارة، ويزيد الظالمين خسارة. طب في آية ثالثة كمان، شوف القرآن ماذا يقول في سورة التوبة، يقول: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوفوا في القرآن ماذا يفصل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم شو؟ يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الآية نزلت على هذا فقرأها فزادته إيمانا، ونزلت على هذا فقرأها فزادته شو؟ رجسا إلى رجسا. آية رابعة، وأنا لا أريد أن أستقصي الآيات، لكن أنا آتي بالآيات التي تعطينا معاني متنوعة حتى تكتمل الصورة في أذهاننا. هذه آيات نقرأها، ولكن هل نقف أمامها جيدا لنعرف نحن من أي صنف؟ لأنه أخشى ما يخشى على الإنسان أنه يكون 20 سنة أو 30 سنة يقرأ القرآن ويحفظ القرآن وربما يدرس القرآن، ولكن القرآن لا يزيده إلا رجسا، ولا يزيده إلا خسارا، ولا يزيده إلا عمى. هذا شيء مرعب، شيء خطير، والإنسان يجب أن يقف أمام نفسه. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه شو منه، من شو؟ من القرآن. يعني ما راحش أقول بالله جاب لنا كتاب من برا، ولا راح اخترع من عنده. وشو قال؟ شوف الآية شو قالت: يتبعون، ما قالت يبتدعون، يعني هو ما اخترع شيء جديد، اتبع الآية اللي موجودة بالقرآن. لكن شو اتبع؟ ما تشابه منه. شوف، هاي أول مشكلة راح على المتشابه، وفي مشكلة ثانية، شو قصده؟ ابتغاء شو؟ ابتغاء الفتنة. إذن وأما الذين، لكن منين المرض بلش؟ شوفوا، وأما الذين في قلوبهم شو؟ زيغ. من هون المرض بلش، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بيجي بيقول لك: يا أخي هذا القرآن يقول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. فلا يجوز لك أن تزكي. شوف، الله يقول لا تزكوا أنفسكم، يعني لا أنه تمدح نفسك. فأتى هذا بعض الناس الذين أساءوا الفهم وربما كانوا خبيثين، يقول لك: لا، يعني أنت لا تكذب نفسك ولا تزكيها، أعطيها على فالها. الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم. هل هذا يصح؟ أعوذ بالله. العلماء يقولون هذه استشهادات الشياطين.
الشياطين يستجدون بالقرآن لكن بيجيبوا لك يقتطعوا الآيات. أيضا يقول لك مثلا فويل للمصلين، يقول لك لا تصلي دير بالك، فويل للمصلين. القرآن يقول أنا ما جبت لك من الإنجيل ولا جبت لك من الزبور ولا جبت لك من كلام الملحدين. يقول له أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، يتبعون ما تشابه منه أو يجتزئون من الآيات. فإذا هذا شيء يجب أن نفهمه، الإنسان حسب تعامله مع القرآن الكريم يعطيه القرآن الكريم. تعرفوا شو الرابط بين الآيات كلها اللي ذكرناها؟ فيتبعون ما تشابه منه في قلوبهم، شو في قلوبهم؟ زين. الآية يقول شو قالت؟ قل هو للذين آمنوا. الآية الثانية شو قالت؟ فأما الذين آمنوا. قابلتها الذين في قلوبهم مرض. فإذا المسألة في الآيات كلها لندقق تدور حول شو؟ حول القلب. حول شو؟ حول ما في القلب، حول استعداد القلب. وشوف القرآن الكريم أيضا في آية أخرى يوضح لنا ما هي صفات الناس الذين يزيدهم القرآن هدى. قال شوفوا، أفمن شرح الله لشو؟ للإسلام فهو على نور من ربه. تمام؟ مركزين لحد هون؟ شوفوا هسه التهديد رح يجي لمين؟ فويل فويل لشو؟ للقاسية قلوبهم. ما قال فويل للقاسية ألسنتهم؟ مركزين بالآية؟ تمام؟ يعني وكأن القرآن يريد أن يقول لنا يمكن يجيك واحد يقرأ القرآن بالقراءات العشرة وبالألحان كلها والمقامات وبيقلب لك الولد اللحن بيلعب بك لعب وممكن يمتشيك، ولكن شو؟ لسانه لين في القرآن وقلبه شو؟ قاسي. فإذا مدار الصلاح والانتفاع بالقرآن لا يقتصر فقط على اللسان، نحن مطالبون بتصحيح القراءة باللسان، نعم، ولكن إذا وقفنا عند اللسان كنا مثل ماذا يا أخويا كرام؟ تعرفوا مثل ماذا؟ أستعدت إذا شفت واحد بهالأيام مثلا خلينا نقول الصعبة طلع قواعد لبيته، شو بتقول عنه بالبداية؟ بتقول عنه والله شاب زقرت أبضاي عمر قواعد وبده يشتغل. لو مررت عليه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من دون أي عذر مادي لقيته بعد هالقواعد على الحال، شو بتصير تقول عنه؟ عنطجي هامل، صح؟ هذا نفسه لما أول شيء سوى قواعد شو قلت عنه؟ إنه شغيل وما شاء الله عليه، بس لما بعد سنتين من دون أي عذر بقي على القواعد شو بيقصر نقول عنه؟ هامل، صحيح، داير ورا ما بعرف شو. لماذا؟ لأن القاعدة إنما بنيت من أجل ما سيبنى عليها لاحقا. نفس الشيء تصحيح التلاوة باللسان، هي نقطة أولى حتى نبني عليها فهما صحيحا للقرآن فنتأثر بالقرآن. وسأتكلم إن شاء الله في دروس قادمة عن قضية تنزيل القرآن. القرآن لا ينزل فقط على اللسان، له أشكال متعددة من التنزيل. فإذا هذا الشيء يجب أن نفهمه. طب ما هي صفات الأرض؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طب الذين يزيدهم القرآن إيمانا، شو مواصفاتهم؟ شوفوا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، شو؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أول شيء تقشعر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ماذا؟ إلى ذكر الله. فإذا في البداية تأثر، هل نعيش هذه الحالة مع القرآن الكريم؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لكن جلود مين؟ جلود الذين يخشون ربهم. فإذا كان الإنسان لا يخشى ربه فمن أين سيتأثر بالقرآن الكريم؟ هذه الناحية. الناحية الأخرى لاحظوا سيدنا عبد الله بن عمر وهو أفضل من يعطينا التصور الصحيح للتعامل الصحيح مع القرآن، يقول لقد عشت، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، ليؤتى شو؟ الإيمان قبل أن يؤتى القرآن. قال ولقد كانت السورة تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها، تمام، ثم فيتعلم حلالها وحرامها كما تعلمون القرآن، ثم لقد رأيت رجال، سيدنا عبد الله بن عمر
يؤتون أو يتعلمون القرآن قبل الإيمان. قلبوا الآية، قال فيقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره ينثره نثر الدقل. يعني بيقرا القران الكريم من الفاتحه للناس لا عارف شو بيساوي ولا عارف شو بالعالمين، بس قراءه خير، حاط مخه 10 حسنات، حاط مخه يتكرم ويحفظ، حاط مخه يطرب الناس بصوته، هذا اللي بمخه بس، فلا يدري ما امره ولا زجره. وسيدنا الحسن البصري يقول انزل الله القران للناس حتى شو؟ حتى يعملوا به. قال فاتخذ الناس تلاوته عملا، يعني القرآن نزل يقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. احنا شو لازم نساوي لما نقرأ الآية؟ نروح نفتح الكتب ونقرأ، قمنا اكتفينا بقراءة الآية بس، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب أنا إذا قرأت الآية 1000 مرة أكون قد طبقت الأمر الإلهي؟ ما أقول. القرآن قال لنا أوفوا بالعقود، لو قرأت الآية 1000 مرة وما أوفيت بالعقود أكون قد طبقت القرآن الكريم؟ ما أكون قد طبقت القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول لنا أدوا الأمانات إلى أهلها، لو قرأت الآية 1000 مرة وما أديت الأمانات إلى أهلها هل أكون قد طبقت القرآن الكريم وانتفعت بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم يقول لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو قرأت الآية 1000 مرة هل أكون قد طبقت القرآن الكريم من دون صلاة ومن دون زكاة؟ فإذا هذا شيء يجب أن نفهمه. كم من قارئ بالقرآن والقرآن يلعنه، وكم من قارئ بالقرآن أيضا والقرآن ينيره ويبصره ويفتح عليه. سيتبين معنا إن شاء الله في الدروس القادمة ما معنى هذا الإيمان الذي يجب أن نؤتاه، وما معنى هذا الاستعداد القلب السليم الذي يجب أن نكون عليه ونحن نقرأ القرآن الكريم، حتى يزيدنا القرآن الكريم هدى وشفاء وحقا وبصيرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.